والزيوع والتأثير والهيمنة في الشارع يبرر لهم دعواهم الأصلية بأنهم هم الشعب المصري وأنهم هم ثورة الشعب المصري في 25 يناير. ده اللي قال الكلام ده هم أبناء مبارك و طبعا ما يعني اللي قال الكلام ده للأسف الشديد الذين لم اللي كانوا ضد ثورة يناير بالضبط أرادوا أن ينسبوها للإخوان كي يتم تشويهها. أنت لديك ظاهرة واحدة، ظاهرة انتحال الصفات. الإخوان ينتحلون صفة ثورة 25 يناير 2011 والفلول ينتحلون صفة 30 يونيو ثورة 30 يونيو أو الموجة الأعظم للثورة في 30 يونيو 2013. هل كان هناك إخوان في ميادين الثورة في 25 يناير؟ نعم. هل كان هناك فلول في ميادين الثورة في 30 يونيو 2013؟ نعم. لكن وجودهم جرى على الطريقة التالية، يعني محطات الأتوبيس بيقف عليها الركاب الذين ينتظرون الأتوبيسات. فدول كانوا منتظرين لا يمنع لا شيء يمنع من ان تجد تاجر مخدرات واقف على محطة الاتوبيس مع المواطنين الصالحين الذين ينتظرون الاتوبيس. هل يمكن ان نغير اسم محطة الاتوبيس وننعتها بانها غرزة مخدرات لمصادفة وجود تاجر مخدرات؟ تشبيه بليغ. مزيد من الايضاح، الإخوان في ميادين ثورة 25 يناير الذين وجدوا، لا أقول هم طبعا كانوا ضد الثورة في البداية، صحيح تغير موقفهم بعد عدة أيام بين 25 يناير 2011 إلى 11 فبراير 2011 حين خلع مبارك. هات لي شعارا إسلاميا واحدا دينيا واحدا رفع في هذا المكان، رفع في هذه الثورة، رفع في هذه الهبة، رفع في هذه الخلعة، رفع في هبة الروح التي جرت بين هذه الأيام. لا يوجد بعد لا يوجد لا يوجد. هات لي في 30 يونيو 2013 صورة واحدة لمبارك رفعت. صحيح. انت هنا في النهاية بإزاء جماعتين من جماعات المصالح، واحدة تحمل هذه الصفة والأخرى تحمل هذه الصفة. الجماعتين كانوا طيلة 30 سنة كان في توزيع يعني تكامل وظيفي. جماعة النهب، بلاش نقول جماعة مبارك لأن الأمر ليس مرتبطا بعائلة مبارك فقط، على كراسي السلطة، وجماعة الإخوان على كراسي المجتمع. المفارقة، يعني نقدر نقول ده توصيف جماعة النهب على كراسي السلطة، جماعة الإخوان على كراسي المجتمع، عمل مجتمع موازي في النقابات، الطبقة الوسطى، اقتصاد موازي، ثم في الأحياء المعانية لهم السلطة الاجتماعية. فأنت اللي حصل بعد الثورة تبادل كراسي، وبدت المفارقة من طبع الثورة. أنا لا أنعي على الثورة، أنا ما أروح أشتريش ثورة من سوبر ماركت، هي هكذا، يعني ثورة الشعب المصري جرت هكذا، مش قضية حد خدها واختطفها، هذا قدر مقدور. لا حصل إن الإخوان وجماعة مبارك تصوروا إنه الفرصة حانت لتبادل كراسي، أنتقل من كراسي المجتمع إلى كراسي السلطة والعكس.